تيسير الجاسم جيزاوي بيلعب هوب الله الله يا أرض احفظي ما عليك الله يا جيزاوي الله يا جيزاوي كرة في المكان وفي التوقيت وفي الأداء وفي التسديد وفي الهدف على طول من الورقة الرابحة عبد الرحيم جيزاوي جيزاوي في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الثاني من المباراة على طول بيدرك التعادل ويعيد المباراة إلى نقطة البداية. شوف شوف صلحها وحده على طول في القائم الايسر. شوف الجيزاوي شوف الجيزاوي شوف الجيزاوي شوف الجيزاوي شوف لما عملها شوف لما لعبها شوف لما سددها شوف لما حطها في مرمى في مرمى وليد عبد الله. خذ الاولى يسار الثانيه بوه الثالثه شاط الرابعه حطها.